ان هنرجع هناخد يعني واحه كده صغيره ثواني قليله لمشهد من فيلم برضو بيعكس حكايه، بس ده سبعينات بقى، اللي هو افواه وارانب. العدد الهائل من افراد من الاطفال لدى اسره واحده، وما اثر تاثيرا كان واضح جدا في الفيلم، هو طبعا في الواقع ده الاساس، على جودة الحياة التي تستطيع هذه الأسرة أن تعيشها. خلينا نشوف يا دكتور مع بعض. تاكل لك لقمة وتروح الشغل يا اخويا. ايده بقى ما تحبش اظن تقول يا لهوي. اوعى ايدك يا اولاد، ضحكتوا لحفتوه. احنا ما كلناش حاجة يا خالتي. خلي له عبد الصمد نقف الاكل كله. ما تقولش نقف الاكل. ما اكلت اكل ليه؟ انا ما اكلتش ولا لقمة يا خالتي. الواد ده يا خالتي اكل الاكل كله وحرف في الفول والزيت كمان. كله ده ايه؟ وانا ما اكلتش حاجه خالص. قوموا بقى كلوني، هجيب لكم ايه اكتر من كده؟ شاريها لكم بريده فول والف ونص عيش على الصبح. قوم يلا انت وهو، قوم يلا. في ايش تاني؟ كلوا على مدارسكم بلا اي ادب.